Rádio Med. وعلي اسمر مصنار نظرة تجلب لنظار وصالح قالك حذار اما في الصيف يخدم بحار شنو حكايتك يا صالح عامل في بنيات سليمان بنتي لبنيات لا شيء سالي عني بي بنتي بنيات بنتي وحيد وعندي واحدة نحبها وجوي بي انا وياه قلت لي فلا ماشي في جيب دور ربي نتهنوا ان شاء الله يا ربي وقتي العرس لا بعيد برشا على دز تونس بعيد برشا العرس انا حاجة متأكد منه دينار مع دينار يعملوا فيها يعملوا كدايس بيه دينار مع دينار ما تنجمش تجيب بهم باكو بابي مشوار بالحق والمرأة طالبة صاغة وحكايات المرأة طالبة زيادة يا دور هذه زيادة بشهري قالوا لي سباح لكن منقذ وفاشل حسب أقواله نفسها كيفاش؟ منقذ والله اسمعني انا نحب انه نوصي على عبيدك اللي يدخلوا في سراو الجين وسبتة راهو ما يجيش والله يعذبوا فينا يدخل للماء يرضن عليه سراو الجين ترسينا نجبدوا فيه والاخر جايب يعاون في ولده بدون ودرشني لحظه لحظه ولا بحال بدون هذا بدون يربط ولده بدون ويسيبه في الماء فهمني طوف على البشريه انا يدور لي تفرش في بلونش اخترع بلونش وحده في الدار فهمني والله بحرنا تحفون فهمني ولا والعبد الكل جيجة تعوم تسهر فما اللي يتعشى لهنا ويروح فما برشا عائلات تجي من تونس تجي الناس الكل راجعة تجي برشا تجي الناس الكل عندنا باراسولات فما نحن حماية لهنا فما الاولاد هما فما مشوشين تبارك الله عليهم يعطيهم الصحة زادة اي مشوشين هذوكم الزملاء نتاع الصباحين كيف فهمني فاشلين ولا ماهمش فاشلين؟ لا بقدرة ربي كنا ناجحين ناجحين الحاجة الباهية فيكم عندكم البومباج باهي فهمت تبومبيو معناتها ياسر يغرقوا ديما تبومبيو بطبيعة بومبيو ولا ما بومبيو ردونا بالخدمة لازمنا بومبيو شنو حكاية الجين هذايا لا بالرسمي الجين وبدون وحتى دروشنية يجيب بالله معاه يحطها على الشط اي فهمني وصغار تعوم دروشنية عادي تلقى صغير يعوم فوق دلاع فقام تعدي هكا ما تجيش فهمت عرفت احترم روحك وقعد بحثي اوبسيون بطيخ ما فماش لا بطيخ لا يظهر لي صغير ما ينجموش يعوموا عليه برج الدلاع يعملوا بلونش وبس حب نعرف بخلاف الدلاع فما كسكسي فما مقارونة لقيتوش هكا شعور مقارونة ماشي حاجة لا برشا برشا فما مرأة غرقت جبدناها عملنا لها ضربات هكا على فم عديتها معناتها اللي خرجته ونواصل أكثر من اللي خرجته ماء من فمها ذور لي ماكل ارسل ونواصل ما تعرفش البحر هذايا؟ لا ما تعرفش ذور سبحان الله جا جيعان اي وشكون هذايا ماريو؟ هذايا ماريو واحد فرنساوي يجي يعوم فهمني والله يرحم والدي يجيب لنا دخان يجيب لنا ماء فهمني حاسس بالوضعيه نتاعكم لا يظهر لي فيه ناوي باش ينتحر في البحر ويركح فينا باش نجبدوه والله بلدية سليمان واخذه فيكم افار يا جماعه والله لا افار لا شيء وانا نحب على بلدية سليمان يخلصوا فينا بالسيزون ونحن زويوله معناتها سيبونا بالشهر وكاو امني عذاب وركوب هذه ياسر عباد ما يعرفوهاش لي انتم سيزونيه تخلصوا ساعات بعد 3-4 شهور بعد الشتاء يضر لي لين يدخل علينا الصيف الجاي هما حاطين بيك اذا كان فاضت عليهم البلوعات المياه وكل شيء تعملوا غطسه معناتها تنقذوا البقيه الباقيه يضر لي باش نوليو نخدموا لهم جواري في البلديه عادت بيه بعنقوت عنب ويبدا ياكل فهمني وواحد بطرف نتاع خلوي مروحه لي والجو بيه قيصر ولا المهم انهم يتخلصوا هي نخلصوا اما طوش باش نعملوا نسرقوا نحن باش تكيفوا باش ناكلوا تستنوا ماريو نستناو ماريو الحل ماريو ماريو ماهوش ناوي يحرقكم للطليان ولا فرنسا ولا حاجه ماريو يدور اللي هو بيدو باش يموت لهنا ناوي يدفن هنا الحاجه الباهيه يا ياسر اللي انتم هنا معناتها كلكم شباب وعندكم جو حلو برشا الصوت الى غير ذلك معناتها حاجه باهيه نظيفه عائلات ملمومه وكل شيء من النوادر الاخرى اللي صارت لكم اللي عمرك ما كنت تتوقعها انها تصير على شط سليمان هنا اللي عمري ما كنت متوقعها مثلا يجيبوا حاكم في الشط كيفاه؟ معناتها من فاز تاع سويسا يجيبوا الحاكم، عمري ما كنت نتصور انا مثلا بوليسيه تدور باش طاير في على الشط، هما عندهم الحق فهمتني خايفين، اما عرفت نظرة العبيد وواحد باش طاير هما ربي عينهم صحيح خايف اما عرفت ما فما شويه خوف فهمتني
وانت شنو تحب الحاجه اللي انت تحب تتعمل هنا في الشط واللي تزيد راس مالك انت وراس مال الناس اللي تسترزق معناتها من الشط هذايا؟ نحن ماذا بينا معناتها يعملونا حكايه يجيبونا بيفات معناتها نورمال نكروها بفلوسنا فهمني نبيعوا فيها طرف ماء طرف غازون طرف درشني نستقاتوا منها ومنها نخدموا على البحر فهمني واللي يجي البحر ما يوحلش معناتها حاجته بقازوز ما جابش قازوز من الدار ياخو من عنا جاب فيش ماء ياخو من عنا. المهم انك تلقى كيما انت تلقى خدمه للصيف تلقى زيد موطن عمل على خاطر انت في سير الايام ما تخدمش حسب ما تخدمش هاي وكيفاه هكا معناتها الطفله انت وياها ناويين تعرسوا اذا كان الشباب التونسي كل واحد في خدمه مش لازم نعرسوا نعديوها يا ابو العربي كيما المسلسل مش جايين على نطلع على البوتو ونحب دار تو فهمني نطلع على الريزو ونحب دار تو هكاك لازم تصير فهمني يسامحني انا تو مثلا ما عنديش خدمه ومش مش ما انت قاعد راقد راهو نمشي نلوش في خدمه. راديو باهي.